في إطار العرس الكروي الذي سيقام في روسيا، بدأ توافد المشجعين إلى العاصمة الروسية موسكو. بهيجة الصدقاوي هي أيضاً ستكون حاضرة في هذا الحفل لمساندة نسور قرطاج في مهمتهم. الزميل جمال العريبي زارها في بيتها وأعد لنا هذا التقرير. خالتي بهيجة لطالما اقترن اسمها بالمدرجات التونسية، فمن بنزرت الساحلية بدأت قصة عشق بين النادي البنزرتي وخالتي بهيجة التي أصبحت أيقونة الفريق والمدينة على حد سواء. ليش يا روسي؟ والله بشي هزوني. نشجع تونس. تحيا تونس من اللي صغيرة. نروح نصطاد ونهبط في الصطاد ونعود نعيط ونشطح وندربك ونصفق ونعيط. وكي يجيوا لهنا تحيا بهيجة تحيا بهيجة تحيا. عشقها للكرة وحبها الجنوني لا يوصف. زرناها في بيتها وفور استقبالها لنا بدأت تحدثنا عن مشوارها الحافل بانتصارات فريقها، وهي اليوم تستعد لمساندة المنتخب التونسي لتشجيعه في مونديال روسيا. روسيا يا روسيا هم جايين بتونس لا يخليها ديما نمشي نصطاد وديما نعيط ديما نغني ديما نشطح ديما الدنيا الكل. جيبوها يا الأولاد جيبوها. تحظى خالتي بهيجة بشعبية كبيرة في تونس ويلقبونها بعميدة المشجعين نظير حبها اللامحدود لكرة القدم وفريقها النادي البنزرتي، كما أنها ستكون في الموعد لتشجيع نسور قرطاج في روسيا.